وبالكلام. السلام عليكم، معكم الشيف فضل البخاري. نتمنى ان شاء الله كلشي يكون مزيان، ويلا معنا الوصفه ديال الحلقه ديال اليوم. ديال اليوم ان شاء الله عاوتاني كنبقاو مع عصير ديال اناناس. كما كتلاحظوا اناناس بلا كلاص، تشوفوا الطريقه ديال لي كلاص. ولي كلاص يمكن اي واحد عندكم في الثلاجه راه عنده هاد الاخر، هاد لومبالاج ديال لا كلاص، يعمر بالماء يجمدو ليله كامله، والصباح يصوب به العصير ديالو. وكما كتلاحظوا عندي هنايا شويه ديال السكر، غادي نزيد واحد شويه ديال السكر. وعندي هنايا العقده ديال العصير، لاباز ديال العصير اللي عدلنا ديال في صندوق الوصف. والماء يكون بارد ان شاء الله. غادي تشوفوا الطريقه، ويلا نبداو على بركه الله. بسم الله. غادي نعمل ملعقه والنصف ديال السكر. انا كنبغي شويه ديال الحلاوه، لكن نتوما ديما بقا تقيسوا تشوفوا الحلاوه اللي غادي تناسبكم. هاد لاكلاص مازال غادي نهرسوه ان شاء الله. غادي نعملو شويه ديال العقده ديال عصير الليمون السيترون، يعني شي جوج معالق كبار ديال العقده ديال الليمون. وغادي نطحنوا هاد المكون ديالنا شويه بشويه على حسب الاناناس مخشب، هو فيه الخيوط، نمشيو معاه شويه بشويه. كاس كبير ديال الماء، لحقاش عندنا لاكلاص. نصف كاس كبير ديالنا واجد. يعني ملي كتكون عندك لاباز ديال العصير، يعني العقده ديال العصير، كتسهل عليك المأمورية في كل العواصر ان شاء الله. دابا غادي نمشيو للعمليات ديال لاكلاص، تشوفوا شي زيف يكون نقي. غادي نجمعوا هاد لاكلاص هنا، وغادي نعطيو شويه ديال العصا نهرسو. من هنايا نجمعوها بهاد الطريقه باش ما يهربش. يعني خصو يكون مثلج. والطريقه راه فيها بزاف ديال العواصير ان شاء الله. مازال غادي نعملهم، غادي نعمل لكم جميع. هانتوما كيفاش كيبان لكم، يعني مهرس. وهنا ان شاء الله غادي نعملو في كأس ديالنا كيف ما بغا يكون
النوع ديال الكيسان. غادي نخويو العصير ديالنا ان شاء الله. كما كتلاحظوا العصير ديالنا خاتر بلا كلاص، وكنتمنى ان شاء الله تجربوه وغادي يعجبكم بزاف. وما تبخلوش علينا باللايكات والبارتاج مع الاصدقاء، وتعملوا اشتراك، ونزيدوا القدام ان شاء الله بالفضل ديالكم والفضل ديال الله سبحانه وتعالى. وكنشكركم بزاف، والى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.